من استديوهاتنا في المملكة العربية السعودية، تلفزيون الآن يقدم الكوميدي شو، تقديم محمد السلطان، تمثيل طلال الشيخي، عبد الرحمن الشيخي، محمد بن رافعة، واسماعيل الحسن. والآن مع مقدم البرنامج محمد السلطان. أهلاً وسهلاً فيكم في برنامج الكوميدي شو. موضوع حلقتنا اليوم هو موضوع شائك ومليء بالمطبات حرفياً، موضوع يخرج الواحد عن طوره، موضوع يخليك تتعرف على الجانب السيء من البشر. موضوعنا اليوم هو عن الزحمة. الزحمة عالم عشوائي يجمع جميع طبقات المجتمع، يجمعهم أكثر من حفلة مجانية لهيفاء وهبي. مشكلة الزحمة مشكلة عويصة، ما حد قادر يفهمها وما حد قادر يفسرها، لدرجة أنه في إحصائية تقول أنه عدد سكان مدينة جدة اليوم يقارب 4 مليون، وفي إحصائية ثانية تقول أنه كل يوم تتحرك 7 مليون سيارة بجدة. كيف كذا؟ كيف 4 مليون شخص يسوقوا 7 مليون سيارة؟ الإحصائيتين هذه ما هي ماشية مع بعض، ما لهم تفسير غير أن سكان جدة يركبوا سيارتين في نفس الوقت، وهذا فيزيائيا ما يصير، لأنه على قد ما إحنا شعب رهيب ونقدر نسوي كل شيء، إلا إننا ما نقدر نركب أكثر من حاجتين في نفس الوقت. والحكمة تقول مصائب قوم عند قوم فوائده، والحكمة هذه يعني نقتنع فيها لما تكون في زحمة ويجي إسعاف تقعد تلحم وراه لين أي مشوار. فنرجع لموضوعنا، ما حد قادر يفسر سبب الزحمة. يعني لو أنت اليوم نزلت الشارع وسألت الناس عن الزحمة هتلاقي اللي يقول لك والله بسبب التعداد السكاني. لا يا حبيبي، أنا من وجهة نظري المحترمة إنه التعداد السكاني نتيجة من نتائج الزحمة مو مسبب لها. يعني بالعقل، الناس لما يتقابلوا في الزحمة حيتلاصقوا وبالتالي حيتكاثروا، أما لو كان الطريق فاضي كان راحوا بيوتهم عادي، وما راح يكون في سبب يخليهم يبغوا يتعددوا. وفي يقول لك سبب الزحمة الحوادث المرورية. يا عمي بطلك فتي، أنت قاعد تفتع الناس، أنا أقول لك أسباب الزحمة. عفوا حبيبي، أنت تتكلم هنا بصفتك مين؟ بصفتي سائق سيارة من 20 سنة، من يومي بزر وأنا أسوق سيارة، من وقت الحفاظة. أربط الحزام، أربط حفاظتي، أشغل عبادي وأدعس. يعني ما شاء الله عليك يا مهتم بوسائل السلامة وذوقك الفني عالي من الصغر. وأعرف أسباب الزحمة. جميل جدا. طيب يعني ممكن تقول لنا ايش اسباب الزحمة؟ اسباب الزحمة هو التبن هذا اللي يقعد ماسك يسار وماشي 40. ليش 40؟ ليش؟ طيب معليش، انت جربت تضرب له بوري؟ هذا لو تضرب له بوري باخره، هذا ما يمشي. وتدري هذولي كيف؟ هذولي احس يجون مع الشارع. يعني البلدية اول ما تسوي الشارع تمسك هذا المسار اليسار وتوزعهم. توزعهم، تحط اول واحد، تعرف السواق هذا المسكين اللي سائق تحت التدريب، معروف الخايس هذا، معروف اللي كذا يقعد ماشي كذا ماشي، ينزل في علامه السياره هنا، تعرفوا هذا؟ ايه معروف. وثاني شيء يحط لك الحبيبه هذول اللي انا مغني، انا خرفان، الخرفان. ايوه. ثالث شيء، ثالث اخر شيء، هذا المرحله النهائيه، هذا الوحش الكبير. تعرف الشايب اللي عنده صابونه مدير مدري كم، الله وين الله، هذا خايس. لا 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 لا، ماشي 5.5 ماشي. والله العظيم، لا لا، هذا هذا هذا. طيب يعني اكيد هذا الشايب يكون زيك وقتها مشغل عبادي. لا 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 لا، هذول مو حق عبادي. لا لا، هذا يجيك طلال مداح كيف، حتى السويتش حقه كيف مقاديه. طيب عندك اسباب ثانيه؟ في اسباب الزحمه كثيره يا اخي، ما خلصنا. المسرح مسرحك، روح. في هذا الخايس اللي يجيك من اقصى اليسار يقول لك يروح يمين. انت ايش؟ ما كان في سيارات يا اخي. لا، هذولي ايش ذا؟ هذه لازم نسحب جنسيتهم. ايش الاوفر هذا؟ لا مو درجه هذه يعني. لا 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 لا، يستاهلون، نسحب جنسيتهم ونوديهم القطب الشمالي مع البطاريق. كيف هذه تسويها؟ طيب ينفع تسويها وتنقلع من هنا؟ فين؟ يعني عجبتك؟ ايوه. عندنا حلقة رهيبة اليوم، نرجع لكم بعد الفاصل مع سكتش الحلقة، وخلوكم معانا. انت ما تشوف انت درج؟ اقول لا تقول درج يا درج، بعدين ادق على المرور ولا يكثر. فاضي انا ادق على المرور؟ فضيلك انا فاضي، ما عندنا انت يا درج ادق على المرور. خير. انت اللي غلطان. خير يا جماعه، ايش في؟ عسى ما شر. يا اخي هذا 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 الدرج جايني من اقصى اليسار قاسر يمين، طبعا 200% هو الغلطان. صح كلامه.
كيف صح كلامه؟ بعدين لا تقول درج لهذحين راسك هذا حطه في الدرج. والله بعدين انت هذا معاه سيارة كبيرة المفروض يمشي على اليمين مو يمشي على اليسار. والله برضو كلامه صح. هذا معاه سيارة كبيرة هذا انت جاي تحاسبني هنا ولا ايش؟ امي انت امي؟ والله صح كلامه. اقول دق على المرور ولا يكثر دحين يجي يعطينا تقارير ونخرج من هنا كلنا مبسوطين. اي صح كلامه والله. فاضي انا ما عندي الا انت، انا وراي مدارس وراي مشاوير ماني زيك هايت. امس اسمع خذ رقمي خذ رقمي بعدين نتفاهم. صح كلامك مره 100% والله. رجال كل تبن بعدين انا يعني فاضي انا فاضي لك، انا برضو وراي دوامات وراي خصومات، انا الحين راتبي يمكن وصل 16 ريال. وانت برضو كلامك صح مره صح. دقيقه يا ابو انت كل شيء تقول عليه صح صح، ايش ما عندك شخصيه؟ والله صح كلامك. لسه يقول لي صح حبيبي، مو كل شيء تقول عليه صح صح كذا صح. والله ابله انت جاي تستهبل علي ولا ايش؟ كل شيء صح. صلي على النبي. لا حبيبي مو صح، ابو سيب انا عالم غجر، هذول يجي يوقف سيارته وتقعد تتلقى في الناس. ايش ما عندك شغل انت؟ ورد ساعه طيب. صح كلامك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله جابك. لا والله انا كنت يعني اتمشى في الكورنيش شفتكم هنا حادث ولا مالك؟ هذا الدرج سقط. شفت الحادث؟ شفت طيب الحادث. طيب اخويا من الغلطان؟ مو شغلك يا اخي. عالم غجر مسويني ميوني وعجبني ويقول انا عارف ولا شيء. والله صح. عموما خذ هذه راجع فيها شركه التامين، وانت خذ هذه تقرير الحادث. تقرير. نعم. الله يسعد امك ويوفقك وما شاء الله عليك. ليه؟ الو؟ ايوه دوام. لا والله ما اقدر اجي، سويت حادث. لا انا مو كل يوم اسوي حادث، يوم اي ويوم لا. ايوه معاي تقرير. يا اخي ايش اسوي؟ طب الناس هم يصدموني مو انا اصدمهم. يلا يلا مع السلامة. اهلا فيكم مره ثانيه. فقرتنا الان هي البرزنتيشن، هذه الفقره الثابته في برنامجنا اللي نستضيف فيها كوميديا يقدم لنا عرض تقديمي لحل الفقره. موضوع فقرتنا اليوم هو كيف نحل مشكله الزحمه، ومعانا اليوم لتقديم العرض الكوميديا الفنان ياسر بكر. السلام عليكم. مرحبا بكم، معكم ياسر بكر باحث اجتماعي ومتخصص في شؤون الزحام. انا بس ماني متعود على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقة بعنوان الزحام ظاهرة اجتماعية. انا وهبت عمري كله في دراسة الزحام، وهذا الموضوع اللي يبدو للوهلة الاولى صعب عليكم، لكن انا بالدراسات المتفانية وببعض التجارب الاجتماعية قدرت أوصل لحلول لهذا الموضوع، وقد تشرفت أناملي بالعمل على ورقة البحث هذه ولنقدمها لكم اليوم والشرائح المرفقة. مقدمة لما سيتم عرضه اليوم. مزايا وإيجابيات، حلول لكن هادفة، وهمسات. همسات أمر استحدثته، نشوف وش بعد شوية. الزحام ليس شر مطلق، فيه خير، فيه أشياء كويسة في الزحام. وقبل ما نظلمه خلينا نتكلم عن مزايا الزحام. الفائدة الأولى، الزحام يا إخوان تكاتف. الزحام شيء يخلينا نكون قريبين من بعض، نكون حاسين ببعض. دفء، لو أحد صار له حادث نروح نصوره ونوقف معاه، ألف سلام عليك ما يهمك نكون معاه. لو كنت في إشارة وشفت واحد نايم تدق قال له بوري بيب بيب أبو الشباب أصحى الإشارة فكت، ترحم وتساعده. الزحام يساعد في الأمن يا جماعة. الزحام أمن وأمان. حرام يسرق الفلوس يركب السيارة محبوس في الزحمة.
تشوفه تلاقيه هو ماشي ويقول لك انا حرامي، عسكري يقول له اجيب امك، هو يقول له انا من هنا. قد يكون فطن في الجمهور يقول طيب مو الحرامي مزنوق في الزحمه وبرضه العسكري مزنوق في الزحمه، صح يا فطن، بس الحرامي من الزحمه حيطفش ويسلم نفسه. همسات، تأكد من تغيير الرقم السري لجهاز المحمول لديك كل فترة. يمكن بغتكم انه الهمسات ما لها علاقة في الزحمة، بس انا كده مفاجئ. المزايا زحام، الفائدة الثالثة الزحام تعارف. لما تنزنق في الزحمة مع اولادك تسألهم تتعرف عليهم، انت ايش اسمك حبيبي؟ كم عمرك؟ فين تدرس؟ زي كده. والزحام تعارف من نوع آخر. وهذا التعارف لو نجح ولو طولت الإشارة لين ما تفك ممكن يؤدي هذا التعارف إلى يعني إن شاء الله يكون في نصيب. فهذول الاثنين كانت شوفتهم الشرعية في الشارع، وأنا أحب أسميها شوفة شوارعية. همسات، أخبرني وسوف أنسى، أرني وقد أتذكر، أشركني وسوف أفهم. بس الحلول، الحل الأول أوقات الذروة، الزحمة كلها من 10 لـ 2، لو قسمنا وقتنا كلنا نرتاح. الموظفين يخرجوا الصباح، طلبة المدارس قبل الفجر، قدوا حياتهم زفت، ما هي مشكلة لو كمان صار فيه زفت أكثر، دا يهيئهم لسوق العمل أصلا. سيدات يأخذوا العصرية للشوبينج، المحترمين بعد المغرب، والصيع بعد العشاء. أي أحد محترم يخرج بعد العشاء يا يصيع يا نسجنه، ما له حل تاني. الحلول، الحل الثاني، أهدى يا ابني وقل لي رايح فين. هذا تطبيق آب على الجوال تركبه لكل واحد معاه سيارة، يقول للناس هو إيش فين يبغى يروح، تمام؟ تكتب نوع السيارة، وقت المشوار، وإيش أهميته، وعلى حسب قديش مهم وقديش قريب يقول لك روح. على الدوام يقول لك اتوكل، طالع تشرب قهوة ولا شاي يقول لك استنى ساعتين مو وقتك دحين، أهدى وقل لي رايح على فين يا ابني. هذا هو نظامه. ولو رايح شوفة شرعية يمنعك ويسحب منك السيارة لأنه هو ده اللي ورطنا في الزحمة. الحلول، الحل الثالث، الزحليقة. البلد هذه مليانة مواهب وأبطال وهذا أولهم. ولد رهيب في المدرسة ابتكر زحليقة الطواف. إحنا في الحقيقة استلهمنا منه إننا نحط زحاليق في البلد، نمشي البلد كلها زحاليق رايحة جاية حسب اللون الحي تركب. أنت تبغى تروح عزيزية، تبغى تروح خالدية، تبغى تروح تركب اللون اللي أنت رايح فيه. ولو طحت لأنك كنت يعني غير لطيف في الزحليقة ولا شيء تموت تفكنا من الزحمة، احنا اصلا نبغى الناس يقلوا اكثر واكثر. وفي الحقيقة بعض هذه الزحاليق والزحاليط نقدر في الحقيقة نضيف عليها شيء من الماء والصابون مما يعطيك فرصة انك توصل مشوارك وتاخذ شاور، وهذه 2 في 1 جدا جدا مميزة. ما اترككم الا بهمسة اخيرة، همسات، كما ان للانترنت منافع ولكن له محاذير ايضا. وهذا وقع فيها. انا احب اشكركم على حسن الاصغاء، انا وعصفوري، ونتمنى لكم حياة خالية من الزحام. شكرا. اهلا فيكم من جديد. حلقتنا اليوم وصلت لنهايتها، لكن قبل ما نروح راح نترككم مع فاصل كوميدي، نستضيف في كوميديان يقدم لنا عرض ستاند اب كوميدي. رحبوا معايا بالكوميديان اللي راح يكون معانا اليوم، الفنان شاكر الشريف. السلام عليكم. يا اخي عندي مشكله مع الاسامي، والله في ناس كثير تتسمى اسماء ما يشابك عليها. يعني مثلا تخيل انا اسمي جميل، ايش هذا؟ سموني شاكر، عرفوا من اول وهله انه انا شاكر. مسكين هذا.
سميه شاكر عشان يحمد ربه على كل شيء. الحمد لله الحمد لله. معكم شاكر شريف 30 كتوم من مكة. عشان أنا ما يعني من صغري ما أقول كلام، أنا أسكت سرك في بير. أيوة أصلع متين، يعني تخلقت زي كذا أصلع متين. أيوة في طفل يطلع بشعر تحداك. أنا مسكت معي زي كذا، ما أتذكر آخر مرة يعني كنت فيها يعني بشعر. الناس تدريجيا شعره يختفي وتلاحظ ذا الشيء ويروح يشتكي، أنا عندي تساقط، أنا عندي أنا لا، أنا كنت مكدش. بعدين أبوي قال لي أضع رجال عندي، أنا أطلع برا بيت أروح أحلق كلام فاضي، وبعدين تخرج، أنت تخرج من البيت تسمع للساعة يسب أنا الحلاق، إلا أنت تجلس أنت حلاق كلام فاضي، أنا عندي بزورة أنا قال شعرك أحلق. قال لي لا خلاص أحلق، لا لا أحلق. والله كان كدش، حلقه طلع من الجنب بس. طيب هذا دورت حاولت جميع الحلول، يعني ناس كثير قالوا لي حط زيت فرامل ليمون جرجير أدعك بقرن الغنم مدري إيش كعب الغزال إيش فيه، ترى رأس هذا مو سلطة سيزر إيش فيه، أخرج من البيت إيش فيه معنف هذا، مشكلة ما في شعر في كل مكان إلا هنا، يعني دوبي قبل لا أطلع حلقت شعر كفي فاهم، مين عنده شعر كف؟ وأسوأ شيء لما تسمع أغنية وتتقشعر فنيلة تنشق. الحيوان القنفذ يتواجد في المناطق الجبلية ناشونال جيوغرافيكس. إيش هذا؟ ليه في شعر في كتفي ليه؟ بعدين مرسوم كذا زي الحنة على العمود الفقري في شعر ليه؟ أنا لما أحس بالخطر يبان ترى وأقذف عليك حتى تموت بالسم. والله ترى يا جماعة مين هنا سافر؟ مين هنا يسافر؟ مين؟ أنا بشتري طيارة، الكيروسين ما غلي بنزين بس. والله مين هنا يسافر؟ مين احد ما طلع طياره في 2018 اثنين بس اوكي حلو. متى يسووا كراسي للموتان؟ حتى الدرجه الاولى ضيق مره، يعني لازم انت طالع تشيل معك فازلين، شيل فازلين معك عشان عارف هذا الجوانب ما تنزل، لازم يجيك الكابتن عزار كابتن دقيقة كابتن تحسك في جزمة ضيقة، لابس جزمة بدون شراب ضيقة، بعدين كابتن تعال ايش هرجتك انت اللي عزار كابتن شبنين انا ارتفاع 700 متر عن خطوة السعودية بسن ايش فيه؟ بعدين النحاف احسدكم لما تروح الحمام يعني حق الطياره كانك رايح شو اسمه فاشن شو، يديها هذه اللي عادي ما يحك في ولا شيء عادي، اللي احنا متانا افلام عشان نروح الحمام حق الطياره، تفك الحزام تحط فازلين توقف لو سمح طريق لو سمح لو سمح لو سمح، تروح لين المطبخ بعدين دق ريوس تخش. حمام زي التابوت لازم تديها هذه ما تقفل الباب بكوعك. عين خامون راس على مخسول حسين، بعدين تلف المناديل زي المومي على جسمك تخرج تروح قدام بعدين ترجع لو سمحت. والله بعدين مضيفة تحسبها محترمة، يعني هي محترمة بس يعني يجيك صوت أواطي اللي عزيزي حضرتك تشيكن بيف صوت أواطي إلا لما تيجي تطلبها حزام وصلة زايدة عزيزي حزام دبة كرسي 66
دبا ما حدش يحبك دبا دبا كابتن دبا فكوا له باب الطوارئ برا. انت ليه اندونيسيه وتهرج مصري؟ سبع لغات حضرتك. تعرف اسوء واحد مين؟ اسوء واحد اللي جيه رجول نحيفه وكرش وعفش فوق راسك. يدخلك في صورته وانت بتسمع. شفت الفتحه اللي تنفتح في الفضاء السوداء هذه؟ تخش جوا كذا. اوه شعري اللي حلقته. شكرا يا جماعه، هذا كان وقتي.